السلام عليكم، انا في عمري 16 سنه، كنت رقيق ولكن هنا راه بديت نضرب مو شويه. كانت عندي شهرين وانا كناكل، لقيت ناكلو كنمشي فوق ما قالها لي راسي، وديما كنكون عيامي كنبغي نمشي للونطريمو. ولكن دابا مبقاش في عمري 16 سنه، دابا في عمري 19 سنه، ولا غير كنتفرج في داك الشيء. انت ولا انت قبل ما يولدو كنتي مع ملايين الحيوانات الملويه اللي تاهما بحالك، كلكم كتنافسوا، كلكم كدابزوا، كلشي كيدابز، كلشي باغي يوصل هو الاول، شي كيقتل فشي وشي كيموت قبل ما يوصل. ولكن انت بقيتي مدابز، بقيتي كتجري بين بزاف من بحالك. اول حاجه تزاديتي عليها هي انك توصل انت الاول، بقيتي كتزيد وكتمشي كتخلي توصل انت الاول، خاصك توصل وكدابز. كتحاول مع كل شيء، كتجري وكتزيد تجري، كتزيد وكاين اللي كيموت، ولكن انت كتحاول انك ما تموتش. كتوصل انت الاول، حيت على ود هذا الشيء خرجتي للدنيا باش انك تكافح باش توصل. وتنهار كتزاد دري صغير ولا بنت صغيره ما كتفوتش 3 كيلو. انت ولا انت تخلقيتي في هذه الحياه باش تشوف شنو بغيتي. الحياه كلها فيها بزاف تسراجم، كل واحد كيشوف من جنب، كل واحد كيشوف من سرجم. اختار انت السرجم ديالك وشوف منه مزيان ودير داكشي اللي بغيتي. صبر وعاود صبر، حتى حاجه ما كتجي سهله، حتى حاجه ما كتجي بالزربه، خاصك تصبر وغطيح وغتعاود طيح، ولكن غتوقف. كيف ما عارفين ديما مور الظلام كيجي النار باش يضوي عليك حياتك. انت اختار السرجم اللي باغي تطل منه، اختار كيفاش بغيتي تمشي حياتك، واختار مزيان، غادي تلقى فين تقدر تعطي، سواء في القرايه، سواء في التريدين، سواء في يوتيوب، سواء في اي حاجه، وسواء في الرياضه. انت ولاتي اللي كتفرج في هذا الفيديو، كيف ما الناس وصلوا قبل منك حتى انت تقدر تبدل من راسك، تقدر تبدل من لوكور ديالك، تقدر تبدل اي حاجه من حياتك الا بغيتي تبدل، حيت راك بصح تقدر.